اهلا بيكم مشاهدينا الكرام في تغطيه خاصه لقناه اون. النهارده الحكمه بتقول ان من زرع حصد. هنا من عاصمه الجمهوريه الجديده حيث العاصمه الاداريه، كانت مصر على موعد مع الاعلان النهائي عن صفقه الاستثمار الكبرى اللي تم توقيعها تحت عنوان مصر والامارات تعاون من اجل راس الحكمه. بعد التوقيع اللي تم بين الدكتور عصام الجزار وزير الإسكان وطبعا ممثل عن الدولة المصرية والوزير محمد السويدي من دولة الإمارات، كان في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. العنوان الأبرز هو أننا قصاد مشهد استثنائي، شايفين بعينينا مدينة رأس الحكمة اللي هتكون مدينة متكاملة على مساحة أكثر من 40 ألف فدان، هتضم تجمعات سكنية وأنشطة تعليمية وترفيهية وفندقية وصناعية وكمان مارينا اليخوت ومطار دولي. طيب ايه اللي هتستفيد الدولة منه وايه اللي هيستفيد منه المواطن؟ في البداية كده خلينا نتكلم عن استفادة الدولة اللي يعني هتستفيده من خلال هذا المشروع العملاق، هو ضخ 35 مليار دولار على مدار شهرين. كمان هتستفيد المصانع المصرية اللي هتضخ المواد الخام ومدخلات الانتاج. طيب بالنسبة للمواطن، الحقيقة انه خليني اقول ان المواطن بيستفيد من كل اللي فات ده، لانه توفير فرص عمل بالملايين، يعني توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة اللي هتكون من خلال هذا المشروع. كمان استكمال مشروعات زي مشروعات الصحة والتعليم، مشروع حياة كريمة. طيب حد هيجي يقول هنشوف الكلام ده امتى؟ يعني اكيد قدامنا سنين. هقول لك لا، مش بدري خالص، هنشوفه قريب. وحد تاني ممكن يقول لك طب حلني بقى، لكن انا النهاردة جاي اقول لكم مبروك، ديون مصر انخفضت 11 مليار دولار بعد تنازل الإمارات عن ودائعها بالبنك المركزي المصري. مبروك كمان عشان السندات السيادية المصرية الدولارية اللي بتواصل الارتفاع. مبروك علشان الدولار بيواصل الانخفاض في السوق الموازية. خليني كمان أبارك لحضراتكم لأن الذهب النهاردة احنا بنشوف انهيار في أسعاره، شهد التراجع حاد، يعني الجرام هبط ب 160 جنيه خلال أقل تقريبا من ساعة. طيب السرعة دي، هل السرعة دي منطقية؟ يعني خليني اقول لبرضو حضراتكم انه طبعا منطقيه ويمكن اسرع مما نتخيل، لان هي دي الحكمه اللي بيصنعها دايما حكيم، فاهم يعني ايه اقتصاد بلد، كان عنده رؤيه من سنين لليوم ده. الحقيقه النهارده لازم مصر كلها تفرح بانجاز زي ده. خلوني اكلمكم بلغه الارقام. مشروع تطوير مدينه راس الحكمه هيدخل للدوله 35 مليار دولار خلال شهرين. الدفعه الاولى هتكون في الأسبوع القادم، هتكون 15 مليار دولار، الثانية بعد شهرين 20 مليار دولار. كمان الجانب الإماراتي هيستثمر بقيمة 150 مليار دولار خلال مدة طبعا تنفيذ المشروع. 150 مليار دولار، حد هيجي يقول لك يعني للدرجة دي الرقم ممكن يكون مبالغ فيه؟ أقول لك طبعا وأكتر بكتير، لأن النهاردة بنفتح الباب على مصراعيه للاستثمار الأجنبي المباشر. وهنا هقول لكم كلمة مهمة قالها رئيس الوزراء النهاردة في المؤتمر الصحفي بعد الإعلان عن الصفقة، ولا خلينا يعني خلينا افضل نسمعها، نروح نسمعها. احنا منذ ان اطلقنا وثيقه سياسه ملكيه الدوله، واللي يمكن كنا دائما يعني بيثار مدى جديه الدوله في تنفيذها على الارض، هذا المشروع هو ترجمه حقيقيه لهذا الموضوع. كيف ان احنا نعظم من شراكه القطاع الخاص ونزيد من الاستثمارات الخارجيه المباشره علشان نوفر عمله صعبه للدوله المصريه عشان تحل بيها الفجوة اللي موجودة عندنا ما بين الإيرادات والمصروفات. وأعتقد مثل هذه النوعية من المشروعات هي الحل الحقيقي لهذا الموضوع. الدولة المصرية يعني ليس لدينا الموارد الطبيعية الكافية في ثروات طبيعية غنية إنها تكفي هذه الدولة، ولكن النجاح إن نترجم الأصول اللي موجودة عندنا إزاي إن احنا نعظم من الاستثمارات بتاعتنا. هنا هذا المشروع المهم جدا هو مش بيع أصول، احنا شراكه، ودي نقطه مهمه لازم ناخد بالنا منها. احنا شراكه، بناخد مبلغ في الاول وموجودين مع المطور والمنمي لهذا المشروع على امتداد المشروع بنسبه وبحصه من الارباح. فاعتقد هذا هو افضل تعظيم لاصول الدوله والاستفاده منها. خلينا نروح يعني لتليفون عبر الهاتف. معانا استاذ وليد عباس، نائب رئيس الهيئه المجتمعيه المجتمعات العمرانيه الجديده لقطاع التخطيط والمشروعات. انا برحب بحضرتك في البدايه. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. الو يا دكتور وليد، مع حضرتك. الو دكتور. ألو. وليد انا مع حضرتك.
انا سامع حضرتك كويس. الو دكتور وليد، الو. يعني خلينا نتكلم في البدايه، لماذا رأس الحكمه؟ هو طبعا احنا في البدايه طبعا الاول بنهني انفسنا، بنهني الشعب المصري على المشروع الضخم ده. لماذا رأس الحكمه؟ احنا عندنا استراتيجيه كبيره لتنميه الساحل الشمالي. احنا كنا مستهدفين ان احنا نبدا باول مدينتين، مدينه العلمين الحمد لله حصل فيها انجاز كبير، ثم بعديها على طول مدينه راس الحكمه، لان دي بتحقق الاهداف التنمويه اللي احنا حاطينها لخطه 2052، بتخدم يمكن قطاع كبير جدا من الساحل الشمالي، وبتعمل وتوفر فرص عمل كبيره للدوله المصريه بشكل كبير. طبعا مكان مميز جدا للاستثمار والاستقبال الاستثمارات بشكل دائم، وكان ده طريقه لجذب الاستثمارات الخارجيه، والحمد لله حصل فعلا جذب الاستثمارات، وحصل جذب لاكبر المطورين العقاريين على مستوى العالم، وحصل الاتفاق اللي حصل النهارده اللي هو اللي بيحقق الاستدامه المتكامله لعمليه التنميه، واستدامه التدفقات النقديه الاجنبيه للدوله المصريه. وعايز اخد اقتبس من حضرتك الجمله اللي حضرتك قلتيها، احنا شلنا 11 مليار من الدين العام، يعني قللنا التضخم، يعني اسعار ان شاء الله تقل، يعني تاثير كبير جدا من اول يوم، مش على مستوى المشروع بس، ده من النهارده يحصل تاثير. طيب يا دكتور، خليني اقول ايه اللي يعني اللي هتستفيده الدوله المصريه من هذا المشروع، وكمان الاستفاده من للمواطن المصري. وعايزين نتكلم اكتر بالارقام يا فندم. تمام يا فندم. الاستفاده اللي حضرتك هتستفيدها الدوله المصريه، اولا احنا مش بنبيع اصول، احنا داخلين مشاركه مع اكبر الشركات العالميه لتنفيذ مدينه العالمين، فبالتالي انا مش هضخ فلوس في المشروع، انا بالعكس انا هاخد في الاول 35 مليار متقسمين على دفعتين، الدفعه الاولى ب 15 مليار، الدفعه الثانيه ب 20 مليار. هل خلاص كده خلص الموضوع؟ لا، انا بعد كده هياخد من طول فتره المشروع هيضخ من الخارج حوالي 150 مليار لتنفيذ المشروع في المرحله الاولى، فدي كلها طبعا دولار داخل من الخارج، عشان كده قلت لحضرتك في البدايه استدامه النقد الاجنبي والدخول الدولاري لمصر. ثم بعد كده طول ما المشروع شغال باخد منه 35% من الارباح بشكل مستمر، مش فتره وتنتهي، لا طول ما المشروع شغال انا باخد منه 35% من الارباح. طيب ايه تاني غير كده؟ التنميه وتاثير التنميه ده على المنطقه المحيطه بيها وعلى مصر بشكل كامل. طيب بنوفر للمواطن ايه؟ بنوفر له فرص عمل، بنوفر حوالي فوق ال 8 مليون فرصه عمل للمواطنين المصريين. يمكن دوله الرئيس ذكر ان احنا عندنا سنويا مليون طلب على مليون فرصه عمل، انا هوفر منهم 8 مليون ده بشكل مبدئي، لان المشروع فيه استثمارات بيبقى فيه عماله مباشره وعماله غير مباشره. العماله المباشره اللي هي طول فتره تنفيذ المشروع بحتاج عماله وبحتاج مهندسين وبحتاج استخدامات هناك دايما بشكل مستمر، ثم بعد كده اللي هي العماله الدايمه اللي هي بتبقى بقى في الجامعات وفي الفنادق وفي المصانع وفي المناطق السكنيه وهكذا يعني. طيب دكتور، يعني كيف، يعني خلينا نقول عن شبكه الطرق اللي تمت خلال الفترة اللي فاتت، ازاي قدرت تساهم في مشروع بالحجم ده؟ أنا عايز أقول لحضرتك أي مستثمر لما بيجي يستثمر في أي منطقة عندنا بخبرتنا في هيئة المجتمعات، بيبقى تركيزه أول تركيز عنده إيه شبكة الطرق اللي بتوصل للمشروع ده؟ إيه الخدمات اللي أنت بتقدمها له؟ فين البنية الأساسية؟ فين المواصلات اللي أقدر من خلالها أجيب الناس اللي هتشتغل في المشروع ده أو اللي هتسكن بعد كده؟ فبيجي طبعا تاثير توسيع الطريق الساحل الشمالي دي عملت انفراجه كبيره جدا ان انت تقدر توصل بسهوله لكل الساحل الشمالي. طيب وكمان لو حب اي مواطن او اي حد حابب يروح المدينه بقى شكل اسهل، بقى في كمان انظمه النقل الذكي زي القطار السريع بيوصل لكل الجمهوريه. كل دي حاجات اثرت، هو المستثمر لو جه ولقى ما فيش بنيه اساسيه ولقى ما فيش طرق وما فيش تطوير لشبكه النقل وهكذا، وده اللي شفناه في مدينه العالمين الجديده كمان. بالظبط، مدينه العالمين يمكن انا عايز اقول لحضرتك كمان بقى من ضمن الحاجات اللي بتخلي المستثمر يبقى عنده جاز انه شاف الدوله انشات مدينه فعلا ناجحه وبدات تجني ثمارها، فبالتالي بقى شايف ان في حجم اقبال وطلب غير الطلب المصري، ده في كمان حجم طلب خارجي على الـ على الـ الوحدات الموجوده في العالمين والاستثمارات الموجوده جواها. كل ده بيأثر على جذب الاستثمارات وانه يطمن المستثمر بشكل كبير انه يجي يقدر يدخل يستثمر في مصر. طب دكتور، يعني هل اقدر اقول لحضرتك ماذا بعد راس الحكمه؟
احنا في قبل راس الحكمه وفي بعد راس الحكمه ان شاء الله. احنا الحمد لله المناخ بتاعنا مناخ جاذب جدا للاستثمار، عايزين نطمن ونحس ان احنا بكل فخر ان احنا دولتنا جاذبه للاستثمارات الاجنبيه والمصريه. احنا طبعا عندنا 5 مدن مش مدينه واحده في الساحل الشمالي كمثال فقط، يعني احنا طبعا عندنا طبعا استثمارات 61 مدينه مختلفه على مستوى الجمهوريه، لكن الساحل الشمالي بس فيه كمان 3 مدن تانيين احنا شغالين فيهم وشغالين على استثمارهم من خلال خطه 52 استراتيجيه. طب يا دكتور، يعني احنا بنتكلم عن مشروع بحجم راس الحكمه، مفروض ان احنا نبدا نشوف خطوات امتى؟ احنا كده مجرد حضرتك موقعنا العقد كده نبدا نشوف خطوات، وهنبدا ان شاء الله اعدادات المخططات وتنفيذها وتنفيذ المرحله الاولى المفروض يعني من ديوان يبدا يشتغل ان شاء الله. طيب يعني بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده لقطاع التخطيط والمشروعات، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. لكن خلونا برضو نتكلم مع حضراتكم بلغة الأرقام. احنا بنتكلم على 150 مليون دولار مليار دولار هيتم استثمارهم بشكل من الجانب الإماراتي بشكل مباشر. وخلونا نروح للمهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة السكان بمجلس النواب. أنا برحب بحضرتك. اهلا يا فندم، مساء الخير. اهلا بحضرتك. يعني اهميه مشروع راس الحكمه للمصر والمصريين، يعني اقول مبروك للمصريين ومبروك لينا على مشروع عملاق بهذه القوه، على مشروع لازم نحيي فيه القياده السياسيه والحكومه على المجهود اللي بذل فيه، لانه مجهود كبير جدا خلف الكواليس، مجهود سياسي، مجهود تنسيقي وتنظيمي. مشروع بنتكلم عن الدفعه المقدمه في خلال شهرين 35 مليار دولار، هتعمل فرق كبير في الاتحاديه في الدولار، وبالتالي هتساعد على تحسين سعر الدولار المنتفخ بلا مبرر. هنشوف استثمار حقيقي على الارض لمده 10 سنوات حجمه هيقارب ال 200 مليار دولار، لان حجم الاستثمار المعلن 150 بخلاف ال 35، يعني هنقارب من ال 200 مليار دولار. ده رقم استثنائي ومشروع الحقيقه اللي لم نسمع في السنوات الاخيره او حتى يعني في اخر 20 سنه عن مشروع بهذا الحجم في اي دوله، الا انه انا بشوفه انه نقله نوعيه كبيره واعلان عن جاذبيه الاستثمار في مصر، واعلان عن ان مصر هي ارض الفرص، ان لم يكن ليحدث هذا التوقيع وهذا العقد لو لم يكن الجانب الاخر يعلم تماما ان هذه هي فرصه استثماريه جيده ستحقق ربحيه، وان مصر هي فعلا ارض الفرص، وان التنميه المستدامه اللي هتحصل في هذه المنطقه هتعود بالنفع المتبادل على الطرفين. الدوله المصريه هتحصل على 35% من كافه الارباح بشكل مستمر طول ما المشروع موجود، ودي يمكن من النقاط المحوريه المهمه جدا اللي حصلت في هذا الاتفاق، ان مصر ستستمر تاخذ 35%، بمعنى ان اي فنادق واي ايرادات دولاريه تكون مستمره في الفتره القادمه بعد الانشاء مصر هيكون لها حصه فيها بشكل دائم ومستمر، وبالتالي بنضمن لاجيال وراء اجيال حصه من هذا الايراد لهذه المشروع العملاق. بنتكلم عن مشروع بيجمع بين السياحه في الجزء الشاطئي وبين التنميه المستدامه والسكن الدائم والجزء الصناعي ايضا في المنطقه الخلفيه، وقد يكون ايضا في بعض القرى مطروح هذا الامر. بنتكلم عن فرص عمل تتجاوز ال 100,000 فرصه عمل، بنتكلم عن ايرادات ضريبيه وتامينيه، بنتكلم عن تشغيل لمكاتب الشهريه ومهندسين وشركات مقاولات بشكل كبير جدا، بنتكلم عن حاجه مهمه جدا وهي فتح شهيه المستثمرين، وفتح شهيه المستثمرين العرب والاجانب الاخرين، وده اللي يخليني اقول ان احنا هنسمع قريبا عن مشروعات مشابهه وتعاقدات مشابهه هتعود على مصر بالخير وتعود على المستثمر ايضا بالخير، وهو ده الاستثمار الاجنبي المباشر اللي كل العالم بيبحث عنه، واللي كل الناس بتعتبر الدول الناجحه هي قدرتها على جذب هذا الاستثمار وتحقيقه. فالحقيقه مبروك لمصر، مبروك للمصريين، شكرا للقياده السياسيه على هذا العمل الضخم والمميز. طيب دكتور، يعني خلينا نقول انه هذا المشروع كان نتاج
مجهود كبير ويعني بنية تشريعية حضراتكم قمتوا بيها؟ طبعا. يعني خليني اقول لك ابتداء كده انه قانون الاستثمار الذي يؤمن المستثمر والذي يؤمن امواله والذي يتيح له وبهدوء حريه تحويل امواله وارباحه الى الخارج، القانون اللي بيؤمنه من اي خلافات مع جهه الاداره، بل بالعكس يمكن رئيس مجلس الوزراء انشا وحده لفت منازعات الاستثمار بين المستثمر وجهه الاداره تابعه له شخصيا، تنجز هذه الامور بنجاح واعتدال في فترات قياسيه حتى لا يتعرض الى فترات الاطاله المعروف في المحاكم، وبالتالي هو ما يروحش المحكمه اساسا، هو يكفيه ان يذهب الى قضاء منازعات واحكامها وقراراتها صادره ونهائيه وتنفيذيه وليس لها تعقيب من جهه الاداره. لما نتكلم عن الرخصه الذهبيه اللي بتتجاوز كل المدد في الحصول على رخصه مجمعه بدل ما اللي كان بيحصل قبل كده المستثمر يلف على جهات مختلفه، بنتكلم عن رغبة حقيقية من الدولة المصرية في تغيير مش فقط البيئة التشريعية، لا البيئة الاستثمارية، حتى يكون مصر قبلة حقيقية للاستثمار. طب هيقدر المشروع ده ازاي يفيد المطورين العقاريين؟ هو المشروع ده هيشغل كل المطورين، المشروع ده لم تستطيع شركة واحدة ولا 10 شركات ان تقوم بهذه التنمية في هذا الوقت السريع المطلوب. اكيد هيكون في حاجه اسمها سب ديفلوبر او مطور فرعي هياخده مساحات يعني من داخل المشروع الرئيسي، وبالتالي هيبقى في اكثر من مطور فرعي عنده مساحات يقوم بتطويرها طبقا لماستر بلان عام يعني هينفذ ويعرض، وبالتالي هيبقى في فرصه للمطورين في الحصول على اراضي والاستثمار فيها، فرصه للمقاولين في التشغيل، فرصه للمصنعين ان هم اكثر من 100 صناعه تابعه لهذا القطاع الهام التطوير العقاري. بتتكلم عن تحريك، بتتكلم عن تحريك اقتصاد كبير جدا حقيقي وواقعي هيطلب بيه الناس بشكل كبير جدا جدا، وبانتهاء المشروع هيبقى فيه ثمره مستمره وهو ال 35% الايراد من الارباح بشكل ده. الحقيقه بشوف انه عائد جيد جدا ومتوازن وبذل فيه مجهود كبير جدا، بشوف انه رساله للمستثمرين العرب والاجانب ان مصر هي قبله استثمار، وسنرى مزيد من الشركات الاخرى هتحذو حذو ما تم اليوم، وبالتالي مصر هتخرج من الازمه اللي مرينا بيها الفتره السابقه واهمها ازمه الدولار، وهنشوف يعني نتائج ايجابيه ان شاء الله تعود بالخير على المصريين، ويعني يوم مفرح لمصر والمصريين، وبشوف ان احنا قبل رمضان بنحقق يعني خطوه نجاح كبيره جدا، ربنا ان شاء الله يجعلها بركه للمصريين جميعا. أكيد. المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنا بشكرك شكرا جزيلا. طيب خلينا نروح ل من يعني بعض الكلمات اللي قالها الدكتور مصطفى مدبولي النهاردة في المؤتمر الصحفي لصفقة يعني أكبر صفقة يعني استثمارية في تاريخ مصر كلها رأس الحكمة، خلينا نسمع. يسعدني ويشرفني النهاردة أن أكون متواجد معكم للإعلان عن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى اللي بتعتبر بكل المقاييس هي أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، وهي الخاصة بمشروع تنمية منطقة أو مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي في مصر. والحقيقة يمكن أنا عايز أتكلم على هذا الموضوع عشان نضع كل الأمور في نصابها. تنمية رأس الحكمة بتأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052 اللي وضعته الدولة واللي الدولة بتنفذه منذ بدء تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وهو شغال على هذا المشروع العملاق، مشروع تنمية مصر كلها وخلق وإنشاء الجمهورية الجديدة. الفكر بتاع مشروع ومخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمصر 2052 كان محدد ان منطقه الساحل الشمالي لمصر هي المنطقه الواعده الاولى التي تستطيع ان تستوعب القدر الاكبر من الزياده السكانيه لمصر، لان لها امكانيات واعده جدا، اراضي على امتداد الساحل، ظروفها المناخيه والظروف الطبوغرافيه ملائمه انها تستوعب القدر الاكبر. عشان كده كان المخطط ده وضع مجموعه من المدن وبيغير فكرة تنمية الساحل الشمالي، إن إحنا بنتكلم على تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة وليس منتجعات سياحية صيفية. عشان كده
المخطط حدد تحديدا مدن العالمين، راس الحكمه، النجيله، سيدي براني، جرجوب كمدن جديده تتعمل، بالاضافه لتنميه مطروح والسلوم. طيب استكمالا لكلمه رئيس الوزراء، كمان اتكلم النهارده كمان في المؤتمر الصحفي عن فوائد المشروعات اللي كانت بتعملها الدوله والبنيه التحتيه، وقد ايه يعني الحاجات دي كانت مهمه في مشروع زي اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. تعالوا نشوف كمان قال ايه. وعشان كده كانت الرؤيه من البدايه، وكان ناس كتير بتتساءل هو انتوا ليه عملتوا الطريق الساحلي الدولي 10 حارات في كل اتجاه؟ طب هو ما هي فايدة القطار السريع الكهربائي فائق السرعة اللي الدولة النهاردة بتنفذه من السخنة لغاية السلوم؟ الفكر كله ان انا اخدم لدولة في المستقبل، بتكلم على جمهورية جديدة مخططة تخطيط علمي ومدروس، وبالتالي كل البنية الاساسية اللي بنعملها لخمسين ومئة سنة قدام. عشان كده كانت هذه المشروعات البنية الاساسية الكبيرة اللي بتتنمى، ومنها ايضا مشروع الضبعه اللي هو عشان يولد طاقه نظيفه، عشان لما كل هذه المدن، واحنا بنتكلم على مدن مستدامه وخضراء وفكر التغيرات المناخيه، يبقى بتعتمد مستقبلا هذه المدن بالكامل على ايضا طاقه نظيفه. معانا على الهاتف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، انا برحب بحضرتك في البدايه. اهلا بيك يا فندم. النهارده طبعا يعني احنا قدام اعلان شهاده نجاح للدوله المصريه، زي برايك هيفيد المواطن مشروع زي راس الحكمه او بحجم راس الحكمه؟ في الحقيقه يا فندم مشروع راس الحكمه بيحمل فوائد ضخمه، سواء بصوره مباشره للاقتصاد المصري او بصوره غير مباشره. الفوائد المباشره هي كما اعلن دوله رئيس الوزراء، نحن نتحدث عن مشروع باجمالي الصفقه يبلغ 35 مليار دولار. توافر العملة أو الموارد النقد الأجنبي سوف يسهم قطعا في قدرة الدولة على ضبط سعر الصرف في سوق النقد، وبالتالي هذا الأمر سوف ينعكس إيجابيا على كافة الصناعات التي تعتمد على المكون الاستيراد المكون الأجنبي، وبالتالي أيضا سوف يسهم هذا الأمر في انعكاسات عديدة إيجابية على الاقتصاد المصري من خلال ضبط سوق الصرف والقضاء تماما على السوق الموازية. من ناحية أخرى هناك يعني فوائد أيضا تتمثل في توفير مئات الآلاف من فرص العمل، تتمثل في تزايد السياحة الوافدة إلى مصر، وأيضا هناك أيضا فوائد أخرى غير مباشرة تتمثل في مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروع. نحن نتحدث عن مشروع ضخم سوف يستغرق تنفيذه عدة سنوات، ولكن هناك ستكون استثمارات أخرى ضخمة خلال تلك السنوات. يعني دولة رئيس الوزراء أعلن إجمالي كم استثمارات تنفيذ المشروع لوحدها لاحقا قد تصل إلى ما يفوق 150 مليار دولار. طيب مشروع رأس الحكمة هيضم ايه؟ يعني ايه المشروعات اللي هتكون داخل هذا المشروع؟ يعني دولة رئيس الوزراء ايضا اعلن انه المشروع سوف يكون مشروع عمراني تنموي ضخم، سوف يشمل انشاء العديد من المنشآت السياحية، وايضا هناك مشروعات من المخطط ان تكون داخل مدينة رأس الحكمة، سوف تكون مشروعات خدمية. هناك سوف يكون مجال لإنشاء على سبيل المثال حي عالمي للمال والأعمال، سوف تكون هناك مارينا دولية للسفن السياحية، سوف يتم إنشاء أيضا مطار دولي جنوب المدينة، ولكن سوف يكون له عقد يعني اتفاق منفصل إن شاء الله خلال الفترة القليلة المقبلة، بجانب أيضا إنشاء منطقة حرة خدمية لصناعات خفيفة، وكذلك كما أشرت المشروعات السياحية والخدمية. طيب أيضا يا سيادة المستشار، يعني احنا شفنا انخفاض في الدولار في السوق الموازية، شفت ده ازاي؟ وهل يعني متوقع في الفترة اللي جاية هيكون في انخفاض أكتر؟
هو بطبيعة الحال كما ذكرت توفير الموارد النقد الأجنبي والعملة الصعبة سوف يسهم في ضبط أسعار وضبط سعر الصرف في سوق النقد وقضاء تماما إن شاء الله خلال الفترة المقبلة على السوق الموازية. بطبيعة الحال كما تعلمين هناك عرض وطلب في سوق النقد على العملة الصعبة وتحديدا الدولار، وبالتالي يعني نتوقع يعني أن يكون هناك عشان يعني حتى يكون الكلام دقيق، سنتوقع إن شاء الله خلال الفترة المقبلة إن شاء الله القضاء على السوق الموازية وأن نصل إلى نقطة توازن في سوق النقد تحقق الاستقرار في هذا السوق. طيب يعني رئيس الوزراء أعلن النهاردة عن هيتم تعويض أهالي مطروح ده يعني نقدا، وهل هيتم هذا ازاي؟ يعني خلينا نتكلم ده هيتم ازاي بشكل التحويلات يا فندم. كما اعلن دوله رئيس الوزراء احنا نتحدث عن 35 مليار دولار الاجمالي سوف يتم تقسيمهم الى قسطين، وبالتالي سوف تحصل مصر خلال اسابيع ان شاء الله خلال اسابيع على القسطين اجمالي المبلغ 35 مليار دولار، بجانب ايضا انه في اعقاب تنفيذ المشروع سوف تكون هناك يعني مع بدء تشغيل المشروع خلال سنواته بصوره لاحقه سوف تحصل الدوله المصريه على 35% من ارباح المشروع. اكيد. المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء بشكرك شكرا جزيلا، وطبعا استكمالا ل يعني اهم صفقه في تاريخ مصر مشروع راس الحكمه، خلونا يعني ناخد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصريه. برحب بحضرتك في البدايه. اهلا وسهلا بحضرتك. في البدايه يعني كيف رايت هذا التوقيع النهارده؟ الحمد لله حضرتك كنا منتظرينه، والحمد لله انه تم في الوقت ده، تم في وقت الدولة كانت محتاجاه، بيدي رسائل كتير جدا، بيدي رسائل للناس إن شاء الله الخير قادم، بيدي رسائل للناس إنه بإذن الله هيبقى فيه هدوء في الأسعار اللي في السوق وتوافر السلع، ودي أهم حاجة، بيدي رسائل للناس إن هناك دائما أمل في الاستثمار في مصر، وإن هناك يعني مصر دولة جاذبة للاستثمار مع بعض التحديات لكن دي رسالة قوية جدا المشاركة مع القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع. يمكن الرسالة كمان عايز اديها طمأنينة للناس، انت حضرتك الرقم ده حجم الاحتياطي النقدي النقد الأجنبي في البنك المركزي، يعني احنا عشنا سنين باحتياطي 35 ل 40 مليار، احنا الحمد لله جاي لنا 35 مليار لوحدهم من صفقة واحدة. عشان الناس بس تطمن ان شاء الله باذن الله مزيد من المشاركات، مزيد من المشروعات المماثله، نتمنى نشوف المشاركه الحقيقيه مع تنميه مدينه صناعيه متخصصه في كذا، مدينه زراعيه متخصصه في كذا، مدينه طبيه متخصصه في كذا، دوله عايزين نكمل اللي بداناه. اللي بدا ده شيء مهم جدا، شيء مهم في وقت صعب جدا، في وقت صعب في المنطقة، انه يبقى في ثقة الحمد لله في الدولة المصرية ان انا اجي اعمل استثمار بهذا الحجم مماثل بهذه القوة، ودي الثقة الرئيسية والرسالة اللي هتخلي احنا الحمد لله عندنا استثمار كتيرة جدا وشركات كتيرة عايزة تستثمر في مصر الفترة القادمة، لكن هي كانت منتظرة الوضوح اكتر في السياسة النقدية والوضوح اكتر في كيفيه حل المشاكل اللي قبل كده. اكيد شفنا المشاكل دي من 14 16 والحمد لله اتحلت. مفيش دوله مفيش شركه اجنبيه خايفه ان مصر مش هتديها حقها، لكن بيبقى في شويه بطء او مشاكل بتحصل كتيرة. الحمد لله رب دي تبقى رساله باذن الله الدنيا تعدي، نتقدم فعلا بالشكر للمواطن المصري والشعب المصري اللي تحملوا الفتره اللي فاتت، يا رب نقدر نشغل عجل الانتاج تاني والدنيا تهدر، اسعار تنخفض، ان شاء الله يبقى في فرص عمل اكتر، وباذن الله تبقى ايام افضل يعني.
تمام. المهندس محمد، عارفين ان المصانع المصريه هتستفيد من المشروع، ازاي هيتم يعني الاستفاده من هذا المشروع يعني للمصانع؟ لو اتكلمنا على المصانع خاصه، فاي منتج حضرتك بتبيعيه ده، انت بتتكلمي على مدينه كامله فيها قطاع سياحي كبير، فيها قطاع سكني كبير، فيها قطاع انتاجي كبير، فانا كل حاجه بعملها بتتباع، من اكل لملابس لفرش لشبابيك لابواب لقطعات بنى لقطعات ديكوريه لاجهزه، كل شيء بعمله بيتباع والحمد لله. كل اماكن حتى للبيع جديده، واماكن للتوزيع جديده، واماكن سكنيه للناس جديده، وفتح انطلاقه ان الناس تلاقي حضرتك عارفه بتلاقي ايه، مخرج لامور كثيره. كاني فتحت سوق جديد بس سوق محلي مش خارجي. هو ده الفرق يا فندم والتحدي يعني الحمد لله. اكيد اكيد ان شاء الله هتكون فتحه خير تقريبا على الجميع. المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصريه، انا بشكرك شكرا جزيلا. خلونا يعني نتكلم عن مشروع راس الحكمه اللي هو جزء من مخطط تنمية الساحل والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، نتكلم على 2052، واللي هيساهم في تحقيق نمو اقتصادي احنا بنتكلم يعني مش هيقل عن 12% سنويا، توفير 1.5 مليون فرصة عمل، زيادة في الانتاج المحلي الإجمالي بتصل تقريبا ل 7%. تعالوا نشوف التقرير اللي هنعرف منه الصورة بشكل أوضح. على قدمين راسختين يسير الاقتصاد المصري، مدفوعا بنهضة عمرانية شاملة في كافة أنحاء الجمهورية، ومخططات تنموية كبرى للإعمار ودفع قاطرة الاستثمار ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، والذي يشمل تنمية الساحل الشمالي الغربي. هذا المخطط الممتد على مساحة إجمالية تتجاوز 8,031 فدانا بدءا من العالمين إلى السلوم، ما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 12% سنويا، وتوفير 1.5 مليون فرصة عمل، وزيادة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 7% عبر خطوات واضحة بإنشاء تجمعات عمرانية جديدة واستصلاح الأراضي وإنشاء مراكز سياحية عالمية جديدة بالشراكة مع كيانات اقتصادية عالمية. مدينة العالمين الجديدة باكورة الجيل الرابع من المدن المصرية، إحدى مشاريع المخطط العالمية، والتي تم إنشاؤها في تحد مع التاريخ والواقع بعد عقود من الإهمال منذ الحرب العالمية الثانية، على مساحة تبلغ 48,000 فدان، لتكون قبلة جديدة للسياحة العالمية بما تضمه من مدينة تراثية وممشى سياحي وأبراج ضخمة وبنية متميزة لتحقيق تنمية متكاملة وتوفير أساس اقتصادي متنوع. كما يتضمن المخطط مدينة رأس الحكمة على مساحة استثمارية تبلغ 11,500,000 متر مربع، لتكون إحدى أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط وفي العالم، لما لها من إطلالة ساحرة على أجمل شواطئ العالم ومقومات سياحية وثقافية وتاريخية زاخرة. وعلى هذا المنوال تواصل الدولة المصرية خططها التنموية والإعمارية والاستثمارية لصنع واقع جديد يتحدى التحديات الاقتصادية العالمية ويصنع مستقبلا يليق بتاريخ مصر ومقدراتها وعظمة شعبها. احنا مكملين مع حضراتكم في التغطيه الخاصه على قناه اون علشان نتكلم اكتر عن تفاصيل مشروع راس الحكمه، هيفيد ازاي المواطن، هيفيد ازاي مصر، هنتكلم اكتر وهنستعرض كل التفاصيل. خلونا نروح للمهندس امجد حسنين، عضو مجلس اداره اتحاد الصناعات المصريه. برحب بحضرتك في البدايه يا فندم، وعايزين نتكلم، شفت ازاي النهارده التوقيع؟ مساء الخير على كل المشاهدين ولحضرتك. الحقيقه ان المشروع اللي اعلن عنه النهارده في مجلس الوزراء هو بالنسبه لنا يعني خبر سعيد جدا،
لكل الناس اللي بتشتغل في الاقتصاد في مصر وخاصه في صناعه التطوير العقاري على محاور عديده. اول محور طبعا زي ما كنت حضرتك بتقولي قبل التقرير ان 24 مليار دولار يدخلوا استثمار اجنبي مباشر خلال شهرين، 11 مليار دولار هيتم اسقاطهم من الدين الخارجي. فده طبعا رقم جديد على الدوله المصريه، وما تقاليش ان في خلال السنين اللي انا اشتغلت فيها او اللي قبل كده كمان كان في استثمار اجنبي مباشر 35 مليار دولار في خلال شهرين. لان احنا لو نتذكر كان في لحد سنين قريبه كان الاستثمار الاجنبي المباشر لا يتعدى 7-6 مليار دولار في السنه. فده اول محور، وطبعا ده هينعكس على الاقتصاد المصري وعلى المواطن المصري، ان اكيد ده هيقلل الفجوه ما بين سعر الدولار في السوق الموازي والسوق الرسمي، فهيؤدي الى انخفاض الاسعار واستقرار الاوضاع وبدء يعني دخول المواد الخام، وان العجله تدور مره اخرى، وان الاقتصاد يرجع للمسار الطبيعي بعد الازمات اللي مرينا بيها. احنا كمان بدانا نشوف انخفاض في سعر الدولار في السوق الموازيه، شفنا انخفاض في سعر الذهب، يعني بدانا نشوف ده فعلا على ارض الواقع. اكيد طبعا مع المبالغ اللي اعلن عنها النهارده دي، فاكيد اللي هيحصل تصحيح للمسار بتاع السوق الموازي للدولار والذهب خلال فتره قصيره ان شاء الله. المحور الثاني طبعا ان احنا كمطورين عقاريين دايما كان عندنا تساؤل ان الساحل الشمالي هو بيشتغل شهرين في السنه وبقيه السنه بيتقفل، فهو موسمي، وان لازم نقدر نحول الساحل الشمالي الكنز اللي موجود ده من الشواطئ دي اللي مش موجوده في اي مكان في العالم، والجو المتميز الدافئ ده لازم يتحول من موسمي اللي مشاريع تشتغل على مدار السنه. بنوعيه المشروع اللي اعلن عنها دكتور مصطفى النهارده، احنا بنشوف دي بدايه الطريق ان الساحل الشمالي يتحول من منطقه موسميه الى منطقه بتعمل على مدار العام لاسباب عديده، اهمها طبعا ان المدينه الجديده 40,000 فدان، وعشان نقربها للساده المشاهدين هي تقريبا 4 أضعاف مدينه الشيخ زايد. السبب الثاني طبعا ان هيتعمل مارينا دوليه تسمح زي ما كان بيتقال بدخول سفن الكبيره اللي بتنقل السياح للمدينه، وهيتعمل كمان مطار جديد دولي هيقدر يجيب الرحلات مباشره الى الساحل الشمالي. تنوع حجم المشروع بيؤدي لتنوع المنتج او تنوع الاستخدام اللي جوه المشروع. فالمشروع ده كان لسه دكتور مصطفى بيؤكد انه المنتج الفندقي والسياحي هيبقى فيه موجود باهتمام كبير، فده هيؤدي ان مش بس هتبقى بيوت سكنيه بتستخدم فتره قصيره وبعد كده تغلق بقيه العام، لا ده هيبقى فيه عندنا فنادق وغرف فندقيه تفضل موجوده وتقدر تشتغل طول السنه ان شاء الله. فبصفه عامه احنا بنشوف ان هذا المشروع يعني رساله واضحه جدا لاستقرار ومدى أهمية السوق العقاري المصري بصفة خاصة والاقتصاد المصري بصفة عامة. طيب يعني حضراتكم كرجال صناعة يعني هتستفيدوا ازاي من مشروع بحجم رأس الحكمة؟ مشروع رأس الحكمة ان شاء الله ما يكونش المشروع الأخير، يكون في مشاريع أخرى تنفذ خلال الفترة القادمة زي ما قلنا، وهيبقى مفيد جدا لكل الرجال الصناعة والاستثمار والمواطنين المصريين. فالسبب من اسباب عديده، خلينا نقول اولا زي ما احنا كنا بنقول هو هيؤدي لغلق الفجوه او تقليل الفجوه بين سعر الدولار في السوق السوداء والسوق البنك، فده هيؤدي ان الاسعار تقل وان الاوضاع تعود لطبيعتها. الحاجه الثانيه صناعه العقار هي صناعه بتغذيها على الاقل 100 صناعه اخرى اللي بيتم عن طريقها انشاء المباني. فطبعا ده هيؤدي للرواج لكثير من الصناعات، وكثير من الموردين هيقدروا يشتغلوا، لان زي ما دكتور مصطفى كان بيقول ان المتوقع ان مدينه بهذا الحجم يكون اجمالي الاستثمار فيها تعدى 150 مليار دولار. ال 150 مليار دولار كلهم هيشتغل فيهم شركات مصريه ومصانع مصريه وموردين مصريين، فده هيؤدي طبعا لانتعاش السوق العقار في مصر. الحاجه الثالثه طبعا والمهمه بالنسبه لنا جدا كمطورين، ان ده بيبعت رساله طمانه ورساله يعني ثقه في السوق العقاري المصري، ان مش بس المطورين العقاريين المصريين او المستهلك المصري اللي شايف ان العقار المصري امن وفي عوائد جيده، لا ده كمان مجموعات اقتصاديه كبرى زي ايدي كيو شايفه ان السوق العقاري المصري يستحق الاستثمار فيه. المهندس امجد حسنين عضو مجلس اداره اتحاد الصناعات، بشكرك شكرا جزيلا. ومعانا على التليفون نائب مصطفى سالم وكيل
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. أنا برحب بحضرتك في البداية فندم، وطبعا عايزين نتكلم عن رأي حضرتك في الصفقة اللي تمت النهاردة. انا بعتذر انه لسه التليفون هيجهز. احنا بنتكلم مع حضراتكم النهارده عن مشروع مهم جدا، وزي ما اتكلمنا مش بس مهم للدوله المصريه، احنا بنتكلم كمان للمواطن المصري. النهارده الحقيقه هو نجاح للدوله المصريه، للمواطن المصري زي ما اتكلمنا. يعني 35 مليار دولار استثمار مباشر مأثر من يعني من الدقيقه الاولى. احنا بنتكلم انه الدولار نزل في السوق الموازي، الذهب نزل، ولسه كمان هنشوف مشاريع بالحجم ده. مصر يعني الحقيقه هي احنا اثبتنا خلال السنين اللي فاتت سواء في مدينه العالمين الجديده، بنتكلم على العاصمه الاداريه، مشاريع كبيره جدا، مشروع الضبعه. يعني الحقيقه انه كان في بعض التشكيك في الطرق والكباري، ولكن هذه المشروعات هي اللي وصلتنا للنهاردة، وصلتنا ان احنا نقدر نعمل مشروع ونجذب استثمار بحجم استثمار رأس الحكمة. خلينا كمان نتكلم عن اهم كلمات رئيس الوزراء اللي قالها النهاردة عن المشروع اللي بيتم وفق لتعاملات المجتمعية العمرانية، يعني مع اي مطور، وكمان بنتكلم عن مساحة المشروع، واتكلم عن ان هذا المشروع هو الاضخم على الاطلاق، وصل لحجم مدينة بمساحة 170 مليون متر مربع. خلينا نروح نسمع هذا التصريح. أنا عايز أقول لحضراتكم إن هذا المشروع يأتي بنفس الآلية اللي الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتعملها مع كل المطورين والقطاع الخاص. بنخصص أرض للمطور، والأرض دي الدولة مقابل هذه الأرض بتاخد مقدم نقدي، وأيضا يكون ليها حصة من أرباح المشروع عشان نعظم من أصول الدولة. الكلام ده احنا عملناه في أمثلة ناجحة جدا في كل مع كل المطورين العقاريين، ولكن كان بيبقى على مستوى كومباوند أو تجمع كبير ممكن يبقى موجود بعدة آلاف من الأفدنة، ولكن لحجم وقدر الدولتين احنا بنتكلم على حجم مشروع هو الأضخم على الإطلاق، حجم مدينة كاملة، وهي منطقة أو ما يطلق عليه مدينة رأس الحكمة الجديدة اللي هتبقى مساحتها عشان حضراتكم تبقوا عارفين بنتكلم في 170 مليون و8 من 10 متر مربع، يعني أكتر من 40,600 فدان. احنا بنتكلم عن 8 مليون سائح. يعني خلونا معانا على الهاتف أستاذ أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية. برحب بحضرتك في البداية، وشفت ازاي هذا المشروع وده كمان هيعود ازاي على السياحة في مصر؟ اهلا بحضرتك يا فندم. الحقيقه احنا امام مشروع متكامل، امام رؤيه واضحه للدوله المصريه لجذب استثمارات جديده في هذا القطاع الهام. الحقيقه المشروع مش بس هيضيف كمدينه متكامله او ال 8 مليون سايح اللي ذكرهم دوله الرئيس، او ال 170 مليون متر مربع من التنميه المتكامله. عاوزين نقول ان ده هيضيف الى خريطه السياحه المصريه بشكل عام. طبعا هيضيف منتج سياحي جديد يقدر يجذب لمصر بشكل عام، مش بس لهذه المدينه ولكن لمنطقه الساحل الشمالي كلها. احنا يمكن بقالنا سنين بنسعى مع الدوله لجذب سياحه لهذه المنطقه، ولكن كانت دائما بتقابلنا مشكله ان احنا امام بس 5000 غرفه حاليين موجودين في هذه المنطقه، وبالتالي ما بنقدرش ان احنا نجذب بيها عدد كافي من السياح. مدينه راس الحكمه ان شاء الله هتقدر تضيف عدد كبير من السائحين ليها ولمناطق مختلفه تانية في مصر. لو قلنا على مشروع راس الحكمه انه مشروع القرن، هل هنكون بنبالغ؟ القرن طبعا السياح. اللي انا عاوز اكده لحضرتك احنا امام فعلا نموذج من المشروعات. احنا يعني قليل جدا على خريطة الاستثمار العالمي لما بنقدر نقول ان في مشروع جذب بشكل مباشر زي ما تفضل دولة الرئيس النهاردة وقال 35 مليار دولار، 150 مليار دولار على مدى
العمر الزمني لتنفيذ المشروع. فده الحقيقة مشروع مش سهل ان مصر تبقى قادرة عن تجذب هذه نوع من المشاريع، يدي طمأنينة للمستثمر انه يضخ كل هذه الاموال وهو عارف ان العائد هيجيله. فطبعا هو مشروع الحقيقة يعني يدي ثقة كبيرة للدولة المصرية، يدي ثقة كبيرة للاستثمار في مصر، يدي ثقة كبيرة في المنتجات السياحية المصرية. طيب يعني مشروع رأس الحكمة كمان احنا بنتكلم انه هيتضمن مدينة اليخوت، ازاي قطاع السياحة هيقدر يستفيد كمان من هذا المشروع؟ الحقيقة قطاع السياحي هيستفيد من اجمالي مشروع رأس الحكمة. المارينا لليخوت، احنا بنتكلم على مش اليخوت العادية، احنا بنتكلم على مراكب اليخوت العالمية الكبيرة. هيتعمل تيرمينال السائحين اللي بيقدروا يزوروا، دول هينزلوا في مدينة رأس الحكمة ويزوروا بقية المقاصد السياحية اللي موجودة في مصر. طبعا هتبقى إضافة كبيرة لخريطة السياحة المصرية ان احنا نقدر نجذب هذا النوع من السياحة العالمية. يعني احنا بنتكلم انه مشروع رأس الحكمة للدولة المصرية، يعني نتكلم ان كل مصر هتقدر تستفيد من هذا المشروع. طبعا ده اكيد. النهاردة اي استثمار مباشر بهذا الضخامة مش بس بيخلي المصانع شغالة، مش بس بيخلي في عمالة بتتوظف فيه، بنتكلم على شركات سياحية هتجذب إلى هذا المشروع سائحين، بنتكلم على خدمات إضافية، بنتكلم على مطاعم هتفتح جديدة. احنا الحقيقة بنتكلم على جميع أوجه الأعمال والاستثمار هتبقى موجودة في هذه المدينة وهتقدر تجذبها. أكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية. وخلينا نكمل تصريحات رئيس الوزراء برضو، يعني دكتور مصطفى مدبولي قال ان المشروع هيتضمن مدينة دولية كبيرة لليخوت والسفن زي ما اتكلمنا طبعا مع استاذ احمد، يعني هتكون مدينة كبيرة سياحية، هيكون في فنادق وتطوير وانشاء مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة. خلونا نروح نشوف التصريح ونرجع تاني. المشروع ده هيتضمن احياء سكنية لكل المستويات، فنادق عالمية على أعلى مستوى، منتجعات سياحية، مشروعات ترفيهية عملاقة تبقى موجودة، بالإضافة إلى كل الخدمات العمرانية اللي بنلاقيها في كل مدينة، مدارس، جامعات، مستشفيات، مباني إدارية وخدمية، بالإضافة إلى منطقة حرة خدمية خاصة هيبقى فيها صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية عشان المدينة، بالإضافة إلى حي مركزي للمال والأعمال علشان يستقطب الشركات العالمية اللي بتبقى موجودة من كل حتة وهتبقى بترغب انها تبقى متواجدة في هذه المدينة. بالإضافة إلى ذلك المدينة هيكون فيها مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية علشان السفن السياحية اللي بتبقى الكروز اللي بتبقى موجودة في البحر المتوسط تقدر انها تستفيد من المارينا الكبيرة اللي موجودة. بالإضافة لده وخارج أرض المشروع تم الاتفاق ان هيتم تطوير وانشاء مطار دولي جنوب المدينة، سيتم تخصيص ارض لوزارة الطيران المصرية، وهيبقى من خلال قانون التزام المرافق العامة اللي بيستخدم في الدولة المصرية سيتم التعاقد مع شركة أبوظبي التنموية لتطوير وتنمية المطار، ويكون للدولة المصرية حصة من عوائد اللي بتطلع من هذا المطار. فبالتالي احنا بنتكلم على تنمية متكاملة في كل المجالات، وان شاء الله تكون هذه المدينة بنتكلم بنستهدف انها تكون مدينة عالمية بكل المستويات على اعلى مستوى، وتستقطب حجم سياح لن يقل بالاحوال عن 8 مليون سائح اضافي هيجوا لمصر ان شاء الله مع اكتمال هذه المدينة العملاقة. يعني هي فعلا مدينة عملاقة، لكن خلونا نروح لفاصل ونرجع تاني مع التغطية الخاصة على قناة أون. رجعنا لحضراتكم من تاني في التغطية الخاصة على قناة أون، وبنتكلم النهاردة عن مشروع القرن
السياحي، نتكلم على مشروع رأس الحكمة. لكن خلينا نكمل كمان تصريحات رئيس الوزراء اللي اتكلم النهاردة برضو عن التفاصيل المالية الخاصة بالمشروع، واللي هتكون 35 مليار دولار هتدخل للبلد خلال شهرين، وبنتكلم ان المبلغ ده هيدخل على دفعتين. علشان نفهم الشرح المالي والتفاصيل اكتر خلينا نروح نسمع هذا التصريح. ما هو الاتفاق المالي لهذه الشراكة وهذه الصفقة؟ الصفقة زي ما قلت لحضراتكم هتتضمن شقين، شق جزء مالي يسدد كمقدم، وجزء حصة من أرباح المشروع. طول مدى المشروع سيكون للدولة المصرية حصة من أرباحه. نأتي للشق المالي اللي هو المقدم، سيتضمن استثمار أجنبي مباشر يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار. هيخصموا على دفعتين، الدفعة الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار. وعشان أشرح لكم تفاصيلهم حتى هيبقوا عبارة عن إيه، بالنسبة للدفعة الأولى اللي هي العشرة أو الخمستاشر مليار، ستكون مقسمة إلى 10 مليار دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الشركة أبوظبي القبض عن جزء من الودايع اللي كانت موجودة في البنك المركزي. إحنا عندنا ودايع هنا في البنك المركزي 11 مليار دولار للدولة الإمارات، فحنستخدم في الدفعة الأولى خمسة منهم، حيحولوا من دولار إلى جنيه مصري عشان تستخدمهم شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع. وبالتالي كده بيدخل استثمار أجنبي مباشر إجمالي 15 مليار في الدفعة الأولى، بعدها بشهرين 20 مليار، عبارة عن 14 مليار سيولة هتأتي مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع اللي هو الستة. يبقى احنا كده بنتكلم على 24 مليار سيولة مباشرة جاية، بالإضافة لل 11 مليار اللي كانوا موجودين كودائع وموجودين عندنا، هيتم تحويلهم في البنك المركزي بالجنيه المصري، والدقوا البنك المركزي بيتحصل عليهم، والمبلغ المعادل بالمصري هتستخدمه الشركة في تنمية المشروع، وبالتالي ده هيبقى استثمار. خلونا نروح للنائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. أبرحب بحضرتك في البداية فندم، وطبعا يعني خلينا نعتبر أنه حضراتكم من أكتر يعني اللجان اللي مبسوطة بهذا المشروع. بالفعل أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. يعني بالفعل أنا النهاردة كنت حاضر المؤتمر، وكنت سعيد جدا يعني بما أسمعه في تفاصيل الصفقة، لأن احنا طبعا زي ما حضرتك ذكرتي احنا أكثر اللجان المطلعة على وضع الموازنة العامة للدولة وعلى وضع الحسابات الختامية للدولة. يعني الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة يمر بصعوبات نتيجة الأوضاع العالمية، شأننا شأن أي اقتصاد في العالم. يعني نقدر نقول احنا مش هنشوف عجز تاني في الموازنة؟ لا، هو عجز الموازنة موجود في كل دول العالم وعلى مدى التاريخ، لكن العجز العجز بيختلف من فترة إلى أخرى طبعا. لكن أنا عايز أطمن حضرتك وأطمن يعني الشعب المصري أن هذه الصفقة ستكون بداية ليعني يعني انفراجة في الوضع الاقتصادي المصري إن شاء الله. يعني دي بشرة خير، ودي بداية لصفقات أخرى. يعني تحدث السيد رئيس الوزراء اليوم عن أن هذه الصفقة قد تكون هناك صفقات أخرى مماثلة لها وأضخم منها خلال الفترات القادمة، ودعا كل المستثمرين على مستوى العالم أن احنا مستعدين كدولة مصرية أن احنا ندخل في شراكات مع الكيانات المختلفة. وبعد الصفقة بتاعت النهاردة دي، ده بيدل على أن هناك ثقة من الكيانات الكبيرة والكيانات العالمية في الاقتصاد المصري. يعني كما تحدث السيد رئيس الوزراء في عن جانب المال للصفقة، يتمثل في ضخ سريع 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار سيولة و11 مليار ودائع. الأربعة يعني بعد أسبوع سيتم ضخ 10 مليار من السيولة وخمسة من الودائع، بعد شهرين 14 مليار سيولة وستة ودائع. هذا على المدى القصير. المدى المتوسط سيتم يعني انفاق حوالي، متوقع انفاق حوالي 150 مليار دولار يعني خلال مدة تنفيذ المشروع في عدد من السنوات. وعلى المدى الطويل الدولة المصرية يعني ستحصل على 35%
نسبة من الأرباح طوال مدة تنفيذ المشروع. يعني هذه الصفقة تعد من أكبر الصفقات أو الصفقة الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي في تاريخ الدولة المصرية، الاستثمار الأجنبي المباشر، لأن هناك استثمار أجنبي غير مباشر يتمثل في إذون وسندات. يعني هذه الصفقة يترتب عليها عوامل إيجابية عديدة وسريعة. أولها طبعا يعني أن هيتم ضخ يعني سيولة دولارية كبيرة، يعني سواء يعني في هيتم ضخ 24 مليار. أنا حضرتك قلت أنه صفقة بهذا الحجم يعني وهي صفقة الأكبر في تاريخ مصر، هل دلالة على الثقة الدولية في الاقتصاد؟ بالتأكيد كما ذكرت أن ده دلالة على ثقة الكيانات الدولية الاقتصادية الدولية والكيانات الكبرى والمستثمرين كبار المستثمرين في الاقتصاد المصري، وإلا ما كانش أقدم على أن يدخل شراكة مع الحكومة المصرية ومع الدولة المصرية في مشروع بهذا الضخم. يعني مشروع ضخم جدا، سيتم ضخ 24 مليار دولار سيولة خلال شهرين على الأكثر، سيتم التنازل عن ودائع بحوالي 11 مليار دولار موجودة في البنوك المصرية فعلا، سيتم انفاق حوالي 150 مليار دولار على تنفيذ المشروعات، سيتم دفع حوالي 35% من الأرباح للحكومة المصرية. دي أكبر ثقة من المستثمرين الأجانب والمستثمرين العرب والأشقاء العرب في الاقتصاد المصري. يعني كما ذكرت أن هذه الصفقة سترتب عليها يعني تقليل الفجوة في السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الموازي، أيضا توفير الاعتمادات المالية اللازمة لكل المستوردين المصريين اللي هتساعدهم فتح اعتمادات مستندية واستيراد السلع ومستلزمات الانتاج المختلفة، وده طبعا له تأثير كبير وإيجابي وسريع على معدلات التضخم على مستوى الأسعار، خاصة ان احنا داخلين على شهر رمضان والشعب المصري يعني مشكورا واجه التحديات وواجه هذه الصعوبات ووقف جنب دولته. أيضا هذه الصفقة سترتب عليها تشغيل كل الشركات المصرية، هي اللي هتشتغل في تنفيذ المشروعات سواء كانت شركات مقاولات، تطوير عقاري، توريدات، المصانع المصرية منتجاتها هتدخل في تنفيذ هذه المشروعات. ده هيترتب عليه كما ذكر السيد رئيس الوزراء توفير ملايين فرص العمل للشباب المصري، سنصل إلى تحقيق الحلم المصري وهو الوصول إلى 40 أو 50 مليون ليلة سياحية. يعني العديد من الفوائد تترتب على إقامة هذا المشروع. هذا المشروع هو نوع من الشراكة، شأنه شأن أي شراكة ما بين مطور عقاري وما بين هيئة المجتمعات العمرانية. سيتم إقامته على 40,600 فدان، سيتم إنشاء عدة أحياء سكنية وسياحية وخدمية وإنشاء مطار دولي أيضا. سيستخدم جزء كبير من عائد هذا المشروع في الانفاق على التعليم والصحة، لأن موازنة العام القادم الحكومة المصرية بتطلق عليها موازنة التعليم والصحة، أيضا على استكمال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والبدء في المرحلة الثانية. سيتم دفع التعويضات لأهلنا من مرسى مطروح، بدأ بالفعل تم حصر كل الإشغالات الموجودة على هذه الأراضي، وسيتم تعويض أهلنا في مطروح سواء تعويض مالي أو تعويض نقدي أو تعويض عيني. يعني هذا المشروع يعد أحد المشروعات الدولة المصرية للاستراتيجية، المشروع الاستراتيجي لتطوير المناطق العمرانية والمدن المختلفة، خاصة في مدن الساحل الشمالي والبحر الأبيض والبحر الأحمر. هذا المشروع نواة لمشروعات أخرى عديدة ومشروعات أخرى قد تكون على نفس المستوى أو مستوى أكبر خلال الفترة القادمة إن شاء الله. أكيد. النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، وبشكر مشاهدينا الكرام على يعني طيب المتابعة. كنا مع حضراتكم على مدار ساعة كاملة بنتكلم عن مشروع بضخامة مشروع رأس الحكمة، تكلمنا عن كل التفاصيل الخاصة به. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.